قلنا اول حاجه ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا اول حاجه كوميونيتي اكوايرد ودي تحتها ثلاث حاجات. From person to person او من animal او environment to person او pneumonia of infant and young children او child واتاخد منين؟ من الام المحيطه. يا اما اثناء الولاده يا اما اثناء الرضاعه بعد كده والايه؟ والكونتاكت مع بعض. دول كلهم تحت كلمه بقى ايه؟ كوميونيتي اكوايرد واكيوت. في بقى النوزوكوميا اللي بيسموها ساعات الهاب او الهابس اللي هي هوسبيتال اكوايرد انفكشن، وانا كاتب جنبينها الفاب. الفاب لانها عاده لما بتروح المستشفى بيعمل له فنتليتور الجماعه بتوع الاير ريسبيراتوري تراكت انفكشن، فساعات يدخل له انبوبه عشان يدخل له اكسجين او يحط له ماسك. مش بتشوفوهم كده في المستشفى بيحط له ماسك ياخد الانفكشن منين بقى؟ من الفنتليتور اللي عمال بينفخ له فيه بالاكسجين، الاسطوانه الاكسجين اللي انتم بتشوفوه او من الماسك او وات ايفر. يبقى ده اسمه ايه؟ الهاب او الايه؟ الفاب. دي بتؤدي الى ايه بقى؟ ها؟ ريسبيراتوري سندروم اللي زي مثلا مرض السارس. مثلا السارس طبعا سارس سارس سيفير اكيوت ريسبيراتوري سندروم ممكن تؤدي في المستشفى تعبيرات كده يقول لك ارتس مؤدي الى الايه؟ الارتس. الارتس اللي هي اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، يعني ديستريس دخل في ايه؟ في ديستريس. يبقى سارس وارتس وارتس. وفي الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز، يمكن سمعت عنها برضه، كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز دي بتؤدي برضه الى ايه؟ طب نيجي بقى للي بعده النوزك دقيقة واحدة. لا ما فيش حاجة عند حفظ. لا ده بالأبراج دي بقولها لك عشان تبقى طالع أنت فاهم، عشان تبقى جاهز. ها؟ لا 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 ده بقى أسماء مايكرو أورجانيزم، ما فيش حاجة وما فيش عندي حاجة حفظ. أما تيجي عند المعمل هديك الخلاصة في الآخر. هديك الخلاصة. سؤالين اللي هينزلوا لك الأربع أو خمس أسئلة هينزلوا لك وفي الايه؟ الاوسبي. في العمل هقول لك بقى واريحك. عايزنا اريحك من دلوقتي واحرق الحلقه الجايه ولا ايه؟ ها؟ ما النظر بقول لك. في العمل في العمل هقول لك على كله. مش هقول لك الامتحان. همرره في وسط الكلام. زي ما دلوقتي بمرر الكلام. ما تخافش. عرفت بس انواع اللور ريسبيراتوري تراكت هنا؟ يبقى اول حاجه كوميونيتي اكوايرد، وايه تاني؟ نوزوكوبيا قصدي نوزوكوبيا او هابس، مش كده؟ تعال على نمره اثنين اللي هي الكرونيك. الكرونيك فيهم ثلاثه وفي كيس انتوا واخدينها اللي هي في الموديول. اول حاجه بالمونري تيوبركولوزس التي بي. التي بي دي بيني نتيجه مكروب اسمه ايه بقى؟ مايكو بكتيريوم تيوبركولوزي. قلت لك كاركترايز بايه؟ حد فاكر؟ الاسيد مايت. ان هو اصلا ما بيتسبغش بالايه؟ بالجرام ستين، اتسبغ بالايه؟ بالزيت نيلسون، وبيسموه اسيد فاست. فاست يعني ايه؟ مقاوم عصي على الاسيد، صح ولا لا؟ وفي كميه من الليبيد عاليه جدا فبتخلي البنتريشن بتاع الصبغه صعب. يبقى وسلولي جرور دايما المالت الرابيد جروينج مايكرو اورجانيزم يبقى مور سسبتبل للانتي بايوتيك. اللي بيتكاثر بسرعه يبقى مور سسبتبل، اللي بيتكاثر ببطء يبقى ايه؟ ريزيستنت. مفهوم؟ ده من الميكروبات اللي هي ايه؟ على ما يتكاثر يقعد له 48 ساعه، على ما تبان الكولوني بتاعته هتاخد لها 3 شهور. لكن الميكروبات العاديه اللي بتتكاثر بسرعه تبص تاني يوم تبان على طول في شكل كولوني. يبقى مين الريزيستنت؟ التي بي. يبقى اول حاجه يتميز باول حاجه مش متحرك، يعني نون موتايل مايكرو اورجانيزم وباسيلاي واسيد فاست، مش كده؟ وما يتسبغش بالجرام ستين، وفي كميه من الليبيد عاليه، ونوت رابيدلي جروينج، نوت رابيدلي مالتيبلاي، وده بتخليه بقى هايلي ريزيستنت للايه؟ للانتي بايوتيك. فهمت؟ دي انتوا خدتوه. وبنعمل له بقى فاكسينيشن بحاجه اسمها البي سي جي. خد الحته دي، بنعمل له ايه؟ فاكسينيشن بالايه؟ لان سمينا الفاكسين، مش احنا قلنا لايفنج اتنويتد يا كيلد يا
انتي توكس، مش قلنا الحاجات دي؟ ها ده بنعمل له فاكسينيشن بميكروب مخصوص ضعفناه على اسم بيسموه باسيل كالميت ديورين، باسيل كالميت اللي هو البي سي جي، باسيل كالميت ديورين، بس احفظها انت ايه بي سي جي. اي واحد فيكم بيتولد بياخد البي سي جي، يعني بعمل له ايه فاكسينيشن بهذا الميكروب الضعيف جدا عشان لما يجي له تي بي ما يجيش، او لو جاله ما ياثرش فيه. فاهمت اسمه ايه بقى؟ بي سي جي. مفهومه ولا مش مفهومه؟ اما يجي المرض بقى عالجه مش بقى وان انتي بايوتيك، بكومبايند انتي بايوتيك، ومش لمده اسبوع، لمده 9 شهور على الاقل. مفهوم يا شباب؟ لمده ايه؟ 9 شهور لسنه. وفي حاجات تانية فيرست لاين اوف تريتمنت وسكند لاين وثيرد لاين، كل شويه عايزه ايه؟ عايزه اديله انتي بايوتيك. ده النمره 2، النمره 1. في الفنجاي، انا كاتب لك حتى اسماء الانتي بايوتيك، الايزونايزايد والريفامباسين والستريبتومايسين، وكاتب لك المواصفات على الطرف، اسيد فاست ومايكوليك اسيد، في مايكوليك وسلو جروور وهايلي فاتي اسيد موجود فيه، وانتراسيلولار بارازايت، كاتب اي سي بي انتراسيلولار بارازايت، فما بيلحقش يدخل جوه الميكروب. نمره 2 فنجاي اللي هي الفطريات، وما دام واحد جات له نمونيا عن طريق الفطريات يبقى الاميونيتي بتاعته معدومه. الاميونيتي بتاعته ايه؟ لان اصلا الفطريات ما تجيش غير للجماعه اللي هم ايه؟ ضعافي الاميونو كومبرومايز. نمره 3 اسبيريشن نمونيا، واحد هو بيتكرع بيعمل اركتيشن، عارفين تكرع يعني ايه؟ اركتيشن، راح طلعت شويه حاجات من الاستومك وراحت نازله فين؟ في التراكيه، يسموها ايه بقى؟ اسبيريشن. واحد وهو بيبلع ريقه دخلت بالغلط فين؟ فين؟ في التراكيه، دي بيسموها اسبيريشن. الميوكس سكريشن راح نزل في التراكيه، يقعد يكح، لكن ايه ممكن دي تعمل له ايه بقى؟ نمونيا، دي بيسموه اسبيريشن نمونيا. يبقى في كم نوع من الكرونيك؟ 3، توبركولوس ده اي سيستم لوحده، فانجر سيستم لوحده، وبعدين الاخر اسمه ايه؟ والاسبيريشن ده بيتميز انه بولي مايكروبيال انفكشن، لان لما يجي يبلع الفارنج، حاجات الفارنج ده مليان انواع مختلفه من الميكرو اورجانيزم، يبقى ده واحد ولا بولي مايكروبيال؟ بولي مايكروبيال. وده اللي ساعات بيعمل لي حاجه، ويبقى ايروبيك وانايروبيك، ساعات بيعمل لي حاجه اسمها لانج ابسس، يعمل لي ايه بقى؟ وتشم ريحه المريض وهو تبقى نتنه وهو داخل، مجرد انه ما يتنفس كده، لان تحت في ايه؟ انايروبيك، انايروبيك الهوائيه يعني، لا هوائيه، فتلاقي تعمل لي بيوتريفاكشن للتيشوز، فتبص تلاقي وهو بيتكلم وهو جاي كده وانت في العياده بتاعتك شم ريحته وهو جاي، ريحه يسموه ابخر، يسموه ايه بقى؟ ده نتيجه بقى ايه؟ اسبيريشن نمونيا، حصل لانج ابسس او نتيجه الايه؟ البولي مايكروبيال انفكشن. ده الايتم الثاني. الايتم الثاني النمونيا اللي اسوشيتد ويز اميونو كومبرومايز، واحسن مثال الاميونو كومبرومايز مين؟ بتوع الايدز، يجي له عاده بيجي له حاجه اسمها نيموسيستيك كارينياي او يسمى جيروفيساي، ويجي له سيتوميجالو فيروس مكتوبه، واتيبيكال مايكوبكتيريا. خد بس، خد مثال واحد منهم ايه بس تعرف. يبقى انواع النمونيا 3، انواع النمونيا 3، يا اما اكيوت يا كرونيك يا اميونو كومبرومايز. الاكيوت دي فيهم ايه؟ 2، يا اما كابس يا اما هابس، والكابس فيهم كام؟ 3، والهابس اللي فيهم ايه؟ الواحد اللي هو بيجي نتيجه بقى ايه؟ تستعمل فنتيليشن ماسك انتوبيشن، اي حاجه تاخده من المستشفى. اي مرض يجي لك بعد ما تدخل المستشفى ب 48 ساعه ما كانش فيك، يبقى ده ايه؟ هوسبيتال. انا بتكلم بالجنرال بقى، ده بالنمونيا يبقى كابس، لكن واحد جاله ديسيوريا او يورين تراكت انفكشن بعد ما دخل، يبقى معناه ايه ده؟ جاله منين؟ هوسبيتال اكواير. واحد كان داخل وفي جرح نظيف وما فيهوش اي حاجه، وبتبص بس لا حصل فيه انفلاميشن، ده ايه بقى؟ يبقى ان انفكشن اوكيرز افتر ادميشن، بعد ما تدخل المستشفى باي 48 اور، ده يعتبره على طول ايه؟ هوسبيتال اكواير. طب النوع الثاني ايه بقى؟ كرونيك قلناه، الثلاثه اللي انا قلت عليهم، واخر واحد النمونيا اللي بتحصل في الاميونو كومبرومايز. طيب انا عايز اتجنبها
ليكم انتم بقى النمونيا او الريسبيراتوري تراك انفكشن اعمل ايه؟ شويه كلام كده عاديين. لو سالوك اختك ولا والدك ولا اي حد، اول حاجه هايجين. قال كلمه حلوه، قال ايه؟ هايجين. نزود الهايجين. اولا حاجه افويد اوفر كراودنج، افويد اوفر كراودنج، الزحام. ولذلك دايما النمونيا والريسبيراتوري تيجي في الشتاء ولا في الصيف؟ خد قاعده، دايما الريسبيراتوري تراكت انفكشن يجي فين؟ في الشتاء، لان الناس بتتزاحم وتقعد جنب بعضها عشان تدفي بعضها. هذا قاعده. دايما الجاسترو انتستينال تراكت انفكشن يجي فين؟ في الصيف. خد اعكس بقى ايه الاثنين. خلاص، يبقى اول حاجه ايه؟ التارت ايه بقى؟ هايجين. تسلم على واحد عنده كحه ولا بتاع تروح تغسل ايدك، وده اول حاجه بيقولوها حتى في الكورونا فيروس دلوقتي. يبقى اول حاجه ايه؟ هاند ووشنج. تلبس ماسك، الانفايرمنت تبقى الانفايرمنت ما فيهاش بوليوشن، تتجنب الدست، تتجنب اي بوليوشن، الفيومز والابخره اللي في المطابخ اللي في الاماكن بره. اما يكون في رياح ولا بتاع تبعد عن الايه؟ الحاجات دي. بتسلم على واحد وشاكك تروح تغسل ايدك عشان ايه؟ انت هتعمل كده بعد كده. مفهوم يا شباب؟ وكانك بتجيب الايه؟ النيوتريشن يبقى كويس ولا لا؟ جود فنتيليشن، تطلع في التهويه وفي الشمس. سبورتنج، طب في حاجه ممكن تتجنبها وانت شاب دلوقتي اللي هي ايه؟ الباد هابتس. ايوه، سموكينج وادكتس، الجماعه الادكتس والايه؟ والالكوهوليزم، الجماعه اللي في الخارج. انه قلت لك في الخارج الفيرست كوز اوف ديث في الاي سي يو مين؟ يبقى في حاجات انت بتتجنب. طيب تجنبت كل الحاجات دي وعملت اللي عليك، يبقى في حاجه تانية بقى، تاخد الفاكسين تي بي، تاخد له فاكسين، صح ولا لا؟ دفتيريا تاخد لها فاكسين، يبقى تاخد الفاكسين السوتابل او البروبر فاكسين اللي ممكن تاخده. فهمت ولا ما تفهمتش؟ تاخد الايه؟ الفاكسين. واي احساس بانه في حاجه جايه لك تجري تكشف وتشوف عشان ايه؟ تتوقع المرض. كم الساعه الحين؟ 2 وكم؟ 46. 3 و46؟ 2 و46. طيب يكفيكم هذا؟ شبعتم؟ طيب نلتقي الله ان شاء الله في المعمل. بس على الله كتير ان شاء الله. شكرا، نلتقي في المعمل ان شاء الله.